الوضع الأمني اللي قاعد تمر في الكويت والمنطقة تستوجب تواجد رجال الأمن حقيقة في مثل هذه الأماكن، وإن كان المجتمع الكويتي مو متعود على مثل هذه الأحداث وعلى هذه الظاهرة أن يكون رجال الأمن متواجدين عند بيوت الله، ولكن الأحداث اللي صارت في المملكة العربية السعودية الشقيقة حقيقة والكل اللي استهجنها واستنكرها وهي دخيلة على الإسلام ودخيلة على مجتمعاتنا المسالمة، تتطلب في ظل هذه الأوضاع أن يكون لرجال أمن تواجد في مثل هذه الأماكن. نتطلع دائما إلى الوئام بهذا المجتمع، وإلا طبعا إذا صارت بيننا الفرقة نتمزق ونتفكك، وطبعا يكفي ما حدث لنا من صدام، فلذلك علينا دائما أن نتوحد وأن نكون أيضا حريصين ونبعد عنا من يتطرف في هذه الأشياء، ونكون حذرين جدا، وكذلك يعني أن نعطي معلومات عن من يريد بالكويت وأهل الكويت السوء. يجب أن يأخذون هذه الاحتياطات كلها، يعني إحنا نأيد هذا الشيء الصراحة على جميع المساجد، ما عندنا فرق على سنة ولا شيعة ولا غير، هذا شيء زين طالما في تهديدات أخذ إجراءاتي أنا حتى بعد لا نندم والله صار شيء احنا ما نحمد عليه. نتمنى يكون امن شديد على مسجد الدوله ومسجد الزهره اللي عند البطاقه المدنيه، ويكثرون بالدوريات والامن، خدمه الشرطه اهم شيء حق الناس. هذا شيء جدا طيب ومعروف بالكويت ان شاء الله للمحافظه على الامن، وان شاء الله يعني واحد يسوي الشيء قبل لا تصير الشغلات هذه، وان شاء الله ماكو الا الخير والله حافظ الكويت إن شاء الله.